وإن العلماء ورثة الأنبياء. أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال، يقول: من أي أنواع المحبة من يشجع ويحب فرق كرة القدم الكافرة عندما تلعب؟ محبة التهويس، ما أدري بأي محبة، لكن أخشى على أبنائنا أن ينقلهم هذا إلى توقير الكفار وإجلالهم وتعظيمهم. نعم، فكونه يشاهد اللعب شيء، وكونه يعظم هذا اللاعب ويقدسه ويجره شيء آخر. فالأول إذا ترتب عليه محذور من سب وشتم أو تضييع واجب كتأخير الصلاة عن وقتها فهو محرم، وإذا لم يترتب عليه شيء فهو من اللهو المكروه. وأما الثاني فهو محرم، لأن لا نحب إلا أهل الإيمان. العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا إلا العلم، وعلم نبينا صلى الله عليه وسلم هو سنته.